كنا كتبنا على السوشيال ميديا يعني احنا غبنا في العيد، وفي العيد حصلت مجموعة قضايا كبيرة جدا، زي مثلا منتخب وسفر الفنانين ورفع الدعم عن البنزين، حصلت كده حاجات كده، وطيران صدقي صبحي وتغيير الوزارة كلها على بعض، وطيران الراجل التاني الحيوان بتاع الداخلية. فسألنا حضراتكم كل عام وانتم بخير. في الأيام اللي فاتت حصلت حاجات كتيرة زي الإطاحة بصدق صبحي وزيادة سعر البنزين وخروج المنتخب من كأس العالم. شاركنا بأهم الأحداث اللي حصلت الأيام اللي فاتت. أشوفكم الليلة في مصر النهاردة الساعة 10:15 بتوقيت القاهرة. نشوف حضراتكم بقى سريعا. ناخد هشام بيقول: تحياتي حضرتك في العمل، أهم الأحداث أغلبها الشعب فاق والمطبراتية اتكشفوا وأولهم المسمى الفنانين ورقصين. هانت، أشكرك جدا يا هشام، كل عام وحضرتك بخير. محمد بيقول: زيادة جميع أسعار السلع والخدمات تبع لنظرية الأواني المتطايرة لدرجة الغليان. يعني شايف محمد إن ده الموضوع المهم. ماشي يا محمد معانا. عبد الإسماعيلي بيقول: خرجنا من كسب فضيحة من أول خط خطة كوبر بتاعة الفتة وشوية الرقاصين اللي راحوا وشجعوا المنتخب. عبدو احنا اتكلمنا على ده في دخلة الحلقة، وبشكرك وتحياتي الإسماعيلي. إبراهيم أبو أحمد بيقول: احنا هنا في مصر تقريبا بنموت غلا ومرض وظلم وفساد وإجرام وبلطجة وسرقة، مصر بقت مغبرة للأسف. جايين لك يا عم إبراهيم وتحياتي للولدين دول. الشاعر التهامي فريشح بيقول: غلاء الأسعار، الدق على الوتر الحساس، الناس خلاص في انتظار ثورة. هنتكلم يا عم تهامي. أحمد لطفي جويلي بيقول: حارس الأهم إن حاجز الخوف اتكسر بنسبة 50% والكل بيتكلم في كل مكان. هنشوف ده يا عم أحمد لطفي. أحمد رضوان الدويني بيقول: الإطاحة بصدق صبحي وتحدي دستورهم يعتبر أهم الأحداث، وبعد الإطاحة وبعده الإطاحة بالفقراء من خلال رفع الدعم. أنت عايز تتكلم على صدق صبحي وده، هنتكلم على الاثنين يا عم أحمد وتحياتي لحضرتك. فاطمة محمد حمدان: المشكلة إن في ناس لسه بتكابر وتقول لك الدنيا حلوة، أهم حاجة الأمن والأمان. دول بقى يا فاطمة دول ترديميهم، دول حيوانات مش بني ادمين. بشكرك يا فاطمه جدا. منى سعيد بتقول: عمليات القتل في كل مكان والسرقه منتشره بطريقه مرعبه، والشباب بقى حدث ولا حرج مرميين في الحدائق متخدرين يضايقوا البنات والسيدات، ولسه القادم أسوأ. طب يا منى ادينا فكره اكتر، لان دي مش عارف اغطيها انا. يعني القصه اللي انت حكيتي عليها دي عايزه مراسلين في الشارع، بس احنا ما عندناش. بشكرك يا منى جدا جدا، واحنا في انتظار يا منى تقولي لنا اكتر. يعني من تويتر نور بيقول او بتقول: من اهم الاحداث هاشتاج ارحل يا سيسي، دي ضربه البدايه، ارجعوا ارجو الا تاخر النهايه. وهنتكلم على هاشتاج ارحل يا سيسي. بشكرك يا نور. ابو عبد الرحمن المصري من تويتر بيقول: اهم الاحداث الشاب المنتحر لانه لم يستطع ان يشتري الدواء لوالدته، مقتل شاب في حدائق القبه جراء التعذيب. ده معانا. ارتفاع اسعار النقل العام بنسبه 100% معانا. القطارات استرتفعت مش عارف 300. ابو لمونه يسخر اليوم السائع ولجان هباش ترامادول لنشر هاشتاج للسيسي. معانا الأخيرة دي، بشكرك جدا. حمزة بيقول: ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة أصدق ارتفاع أسعار المحروقات. مش هنتكلم عن المحروقات يا حمزة، بس ارتفاع أسعار البناء مش معانا قوي. هاني بيقول: قتل شاب في قسم حدائق القبة، الأنبوب 70 جنيه. معانا الاثنين معانا. فهد المرسل بيقول: قرصنة بين سبورت، زيارات كوشنر وصفقة صفية القرن، أصدق صفقة القرن. احمد موسى وكذبه القنوات الارضيه الناقله لكاس العالم، لاميس وفيفي المنتخب، تركي آل الشيخ واليوفا، احمد رمضان واغنيه نمبر 1. بس خليني محمد رمضان قصدك، خليني اقول لك البين سبورت اتكلمنا عليها. احمد موسى انا جبت سيره ان هم كذبوا وقالوا هينقلوا، لاميس وفيفي جبنا سيرتهم، تركي آل الشيخ واليوفا مش معانا، بس انا اتكلمت عنها على اليوتيوب، على سوري على سوري على على تويتر. محمد رمضان ده ما تتكلمش عنه، ده بني ادم محدث نعمه، وده تحط تبوسه كده وتحط زي اللقمه وتحطه على جنب. ده بني ادم يا عيني اتخض، ده ما شافش لحمه اتخض، مش عارف لما شاف ايه، حاجه غريبه قوي. يعني مش مهم، ده ما تعلقش على محمد رمضان. ويا الاشكال زي محمد رمضان دي متسخره عشان تغطي على الباقي.